السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. إحنا أمام يعني بروبلم جديد بيتكلم على حاجة اسمها بنشن أكاونتينج، محاسبة مخصصات تقاعد. في عندنا بروبلم هنا، معطينا شوية معلومات، أهمها معطينا البي بي أو أو البروجكتد بنفيت أوبليجيشن، معطينا 910 البلان أسيت. طبعا زي ما أنتم عارفين قيمة الأصل في صندوق التأمين المعاش أو هيئة تأمين المعاش 870. البنشن لايبيليتي اللي هو الفرق بين البي بي او والبي اي، ففي عندي التزامات عليا، انه الالتزام اللي عليا تجاه الموظفين 910 400، لكن قيمه الوديعه اللي مقابل هذا الالتزام في هيئه تامين المعاش هي 870 500. فقيمه البنشن لايبيليتي هو عباره عن 39 900. اللي حصل انه في 1/1/2017 صار في تعديل على البنشن بلان. بناء على هذا التعديل زادت قيمة البنفيتس اللي تمنح للموظفين، فكانت القيمة الحالية للبنفيتس اللي متوقع تعطى زيادة عن الحقوق الأولى هي 172,500 دولار. طبعا بيحكي لي هان السيتلمنت ديت اللي هو معدل فائدة الديسكاونت ريت والانترست ريت، طبعا شكله بيساوي بعض عشان كده كان بيمثل 8%. السيرفيس كوست بناء على آراء الاكشورالز اللي هم الاكتواريون، شايفين انه بناء على الافتراضات بتاعتهم جديدة، في عندي تكلفة خدمات جديدة عن سنة كانت عبارة عن 84,500. الكونتريبيوشنز او الفاندنج، المساهمات اللي عملتها الشركة لصندوق التأمين او هيئة تأمين المعاش 44,800. الاكشوال اكسبكتد، طبعا هنا بيقول الاكشوال ريتيرن والاكسبكتد ريتيرن هو 35,900، وهذا بيمثل قيمة العائد اللي بنحصل عليه من هيئة تأمين المعاش على الأموال اللي إحنا مودعينهم عندهم كمقابل للالتزامات المستقبلية المتعلقة بالموظفين تاعنا. Benefits paid to retirees، المنافع اللي مدفوعة للناس المتقاعدة كانت 84,000 خلال السنة. الحاجة الأخيرة بقول لي Prior Service Amortization مطلوب أحسبها، لكن أعطاني هو الـ Average Remaining Service Period for Employees اللي هو متوسط المدة المتبقية للموظفين حتى التقاعد 30 سنة، وطبعا مطلوب مني أحسب قيمة الأمورتيزيشن. طبعا معطيني هنا قالب، القالب هذا مش هنستخدم فيه الورشيت، ولكن هنحسب قيمة البنشن كوست أو البنشن إكسبنس، ونكتب القيد المحاسبي زي ما هو بده، زي ما ذاكرنا prepare journal entry for pension expense، وطبعا بنعمل تابلة أو جدول بيوضح فيه قيمة البنشن اكسبنس. طبعا زي ما انتم عارفين البنشن اكسبنس اهم حاجة فيها اللي هي السيرفيس كوست، اللي هي عبارة عن القيمة اللي بناء على الاكتواريون قالوا لي انه في عندك المبلغ المستحق عليك لصالح الموظفين عن خدمات السنة اللي فاتت اللي خلصت، وقال لي هنا عبارة عن 84,500. ايضا في عندي interest expense. طبعا interest expense، طبعا interest expense اهم ميزه فيها انه هي الفائده اللي بندفعها على التزاماتنا تجاه موظفينا، وبالتالي الالتزامات اللي علينا زي ما انتم عارفين هي بتمثل البي بي او في بدايه الفتره، واذا في اي amendment طبعا مستحقه علينا اللي هي عباره عن 172,500، يعني قيمة الالتزامات العادية تجاه موظفينا زائد الزيادة اللي حصلت على هذه المنافع اللي حنعطيها للموظفين، لأن هذه الأوبليجيشنز علينا في صورة منافع تعطى للموظفين، فكأنه الاثنين مع بعض هذول مضروبين في السيتلمنت ريت أو الانترست ريت، زي ما قلنا أن السيتلمنت ريت يساوي الانترست ريت شحطة الديسكاونت ريت، عشان كده كنا هنقول هنا الانترست اكسبنس هتساوي ناخد الرقم الأول هذا زائد قيمة الاديشنال او الامندمنت، يعني كوست اللي هي التكلفة الاضافية مضروبة في السيتلمنت ريت او الانترست ريت، هذا قيمة الفائدة. طبعا في عندي انه زي ما قلت هدول عليا، لكن في لي انا فلوس في هيئة تأمين المعاش المفروض بيطلع لي عليها عوائد او ارباح، هذا بنسميها الاكشوال ريتيرن. طبعا ممكن يكون في الاساس هو اكسبكتد، لكن انا عندي الاكشوال فبحسب على الاكشوال. اكشوال ريتيرن، الاكشوال ريتيرن زي ما انتم عارفين هذا بنعمل بنحسب على بلان اسيت، المفروض بنحسب على
قيمة البلان هذه هي 870 500، لكن هو أعطاني إياها جاهزة، قال الـ actual expected، قال لي الـ expected تساوي الـ actual وعبارة عن 35900، ولأنه هذا عائد فالإشارة تبعته لازم تكون سالب، عشان كذا كنا هناخد هذه بالإشارة السالبة. الآن طلع لنا آخر حاجة أو ما قبل الأخيرة طبعا، لأنه عناصر الـ pension expense خمسة: service cost, interest expense, actual return, prior service cost amortization، في عندي gain or loss amortization. لكن أنا مبين ما فيش عندي لا gain or loss على الـ plan asset، ولكن في عندي prior service cost، في عندي خدمات يعني تكاليف خدمات عن فترات سابقة اللي ناتجة عن التعديل في الـ في الـ pension plan، التعديل على خط التقاعد تبعتنا اللي هو هذا المبلغ. الآن على هذا المبلغ يفترض إنه بدنا نعمل amortization على العمر المتبقي للموظفين في الوظيفة، يعني السنوات المتبقية حتى سن التقاعد. طبعا أعطاني، عشان كده هنا كنا هنقول هنا amortization of prior service cost اللي هي يعني تكلفة خدمات عن فترات سابقة، وهذا يعطاني إياها هو لو أخذتوا بالكم أعطاني هنا التكلفة هذه مقسومة على الـ average remaining. ليش بقول average؟ لأن في عندي أكثر من موظف على 30، طبعا هذه تكلفة إضافية عشان كده إشارتها موجبة، فهنا مصروف مصروف عائد مصروف، المجموع تبعهم قيمة الـ pension expense 140982. لأن طلعنا قيمة الـ pension expense بيضل علينا إيش نحكي؟ يضل نحكي بدنا القيود المحاسبية بتاعتها، عشان كده كنت هقول أنا هنا pension أول شيء نثبت الـ prior service cost، نقول POSI I other comprehensive income للـ prior service cost أو PSC، والمقابل تبعنا طبعا هذا أكيد زود الـ pension asset liability account. طبعا هذا الحساب بيمثل قيمة المبلغ الكلي اللي بيمثل قيمة الزيادة في البنشن، وهذا بيمثل زيادة للليبيليتي البي بي او، زيادة على البي بي او، فكأنه في عندي حساب جديد بنروح له على الاو سي اي اللي هو الاذر كومبرنسيف انكم، لأنه هذا يعني بيكون حساب يعني يخصم من قيمة الايكويتي لأنه أحد حسابات الايكويتي، وهذا بيمثل الليبيليتي اللي هو 172500 اللي هي قيمة الـ additional cost الناتجة على وعن الـ amendment اللي حصل على الـ pension plan. طلع لنا نثبت قيمة الـ pension expense، طبعا الـ pension expense تو حسبناها، وفي عندي حسابين مقابلها اللي هو أولا ممكن يكون عندي الـ pension asset liability، ممكن يكون عندي الـ cash. أنا عندي الـ pension expense تو حسبناها هيها، واحنا عملنا contribution يعني المساهمة بتاعت المؤسسة، قال لي قيمة ال contribution أو الفاندنج للصندوق كانت 44800، كأنه الفرق هو بيمثل قيمة ال additional liability، يعني أنا مصروفي 140 دفعت 44، فالفرق هي زيادة لل pension asset liability account، عشان كده بنجيب الفرق بين هذا وهذا، هذا زيادة لل liability. ضل عندنا حاجة أخيرة إنه نثبت قيمة الأمورتيزيشن اللي حصلت على الـ OCI. الأمورتيزيشن بسيط جدا، إحنا نعكس القيد هذا، فبنقول البنش بخفض الليبيليتي تبعتي وبخفض قيمة الـ OCI تبعي، فالمفروض إنه هذا بيتخفض بقيمة الأمورتيزيشن اللي تو حسبناه لو أخدتوا بالكم كل اللي 5750. طبعا هيك بنكون سجلنا القيد تبعنا. طلع علينا نحسب من باب التأكد بس، نشوف قديش عنا الـ pension asset liability account، بس من باب التحقق عشان نتأكد. وفي عندي الـ OCI لـ
الـ PSC اللي هو Prior Service Cost. طبعا بالنسبة للـ Pension Liability كان عندي دائن، لو أخدتوا بالكم هو أعطاني بيانات تبعته، كان عندنا دائن هيو Pension Liability 39900، وبعد كده إجاله حساب دائن 172، هيو أي دائن 172500، وإجا كمان دائن بمبلغ 96182، ولو أخدتوا بالكم إجا مدين بمبلغ 5750. طبعا لو قلنا له كده هات لي مجموعة دولة اطرح منهم هذا الحساب، فبيكون رصيد اللي هو البلان أسيت. في المقابل طبعا ما كانش عندي رصيد افتتاحي، ولكن كان في عندي إثبات لمديونية، لو أخدتوا بالكم لما هذه قيمة الأمندمنتس أو الأديشنال كوست على البريل سيرفيس، لو هذا الحساب مدين لو أخدتوا بالكم، وجاء للحساب هذا دائن لو أخدتوا بالكم هيو بمبلغ 5750. طبعا الرصيد تبعنا هذا ناقص هذا، طبعا رصيد الجانب الأكبر هذا رصيد مدين، هذا بروح على الإيكويتي وهذا بروح على الليبيليتي. وبهيك بنكون احنا خلصنا السؤال تبعنا دون الحاجة الى الوركشيت. طبعا هنشوف حل نفس السؤال ولكن باستخدام الوركشيت. شكراً.